أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها للحديث حول ردود الفعل الرافضة لمحاولات ميليشيا الحوثي تقنين أشكال التمايز الطبقي العنصري بفرض الجبايات تحت لافتات شرعية. أعرب التحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية اليمنية استنكاره الشديد لما أقدمت عليه ميليشيا الحوثي من فرض للجبايات المالية تحت مسمى الخمس. واعتبر التحالف الذي يضم معظم الأحزاب والقوى السياسية في بيان له أن ذلك إعلان صارخ للتمييز العنصري ضد اليمنيين ولصالح سلالة الحوثي، ودعا إلى توحيد الجهود نحو استعادة الدولة والنظام الجمهوري والانتصار لمبادئ وأهداف الثورة اليمنية التحررية. أضاف البيان أنه يجب على مجلس النواب العمل على إصدار التشريعات التي تجرم مثل تلك المفاهيم التمييزية العنصرية ومن يدعو إليها انطلاقا من نصوص الدستور ومخرجات الحوار الوطني الشامل. وأكد البيان أن ميليشيا الحوثي ما كان لها أن تقدم على خطوة كهذه لولا التغاضي الدولي عن جرائمها اليومية وسلوكها التدميري، ناهيك عن تجاهل البعد الثقافي والفكري في حربها على اليمنيين والقائم على مفاهيم الاصطفاف أو الاصطفاء المزعوم، والتي تمنح نفسها بموجبه أحقية الحكم حصرا من دون اليمنيين. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: هل تعمد ميليشيا الحوثي إلى تكريس واقع مغاير من خلال محاولاتها تقنين ثقافتها الطائفية؟ هل تكفي بيانات الأحزاب ومواقفها الرافضة لمواجهة أفعال الحوثي على الأرض؟ وماذا عن الأحزاب المنقسم ولاؤها بين الحوثي والشرعية؟ نتابع هذا التقرير ومن ثم نبدأ النقاش. لا تزال ردود الفعل مستمرة على قرار ميليشيا الحوثي الهادف لشرعنة الجباية على أسس عنصرية سلالية. الأمر لقي استنكاراً واسعاً أخذ مداه في وسائل التواصل الاجتماعي، إذ اعتبر ناشطون القرار الحوثي محاولة يائسة لتقنين الجباية بذريعة الشريعة. الأحزاب كما يبدو ترددت أو تلكأت. كان الشارع اليمني متقدماً عليها لإعلان رفضه الصارخ شرعنة الجباية الحوثية، بل اعتبر البعض صمت الأحزاب رضاً غير معلن أو حرجاً من مواقف مسبقة. حزب الإصلاح، وعلى غير ما توقع البعض، فاجأ الوسط السياسي ببيان اعتبره البعض وثيقة تاريخية ووطنية، إذ طالب بتقنين إسقاط وتجريم العنصرية السلالية عبر البرلمان، بل قال إن من لم يكفه شرف الانتماء لليمن تاريخا وحضارة فهو مريض يحتاج للعلاج والعقاب. في وقت لاحق أصدر التحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية بيانا مهما أدانت فيه العنصرية الهاشمية، وأشار البيان إلى تجاهل دولي للبعد الثقافي والفكري لحرب الميليشيا على اليمنيين كونها تقوم على مفاهيم الاصطفاء المزعوم والتمايز السلالي، وتمنح نفسها بموجبه أحقية الحكم حصرا. في الأثناء تحضر الأسئلة عن مواقف بقية الأحزاب، لا سيما المنقسم موقفها بين الحوثيين والشرعية أو تلك التي يمكن وصف مواقفها باللزجة. بحسب محللين فإن اللحظة التاريخية تستدعي موقفا راسخا وقويا إزاء العقيدة السلالية التي تعرض الشعب اليمني بسببها ولا يزال للكثير من المتاعب والحروب. إذن لمناقشة أوسع ينضم إلينا من القاهرة المحلل السياسي عبد العزيز عبد الهادي العزعزي. مرحبا بك معنا سيد عبد الهادي. أهلا وسهلا أخي. بداية، كيف تقرأ ردود الفعل على الخطوة الحوثية لتقنين الجباية باسم الشرعية؟ أعتقد أن ردود الفعل متباينة، لكنها كانت من الشارع ومن القيادات السياسية الوسطى للأحزاب أقوى بكثير من القيادات العليا، على الأقل بحكم السبق، إذ أدان الجميع على صفحاتهم هذا الإجراء وغرمه نسبة كبيرة من اليمنيين، وهم يدركون أن هذا الفعل العنصري واضحا لهذه الجماعة منذ البداية، وهو ليس إلا رأس جبل الثلج تسعى هذه الجماعة لفرض واقع كانت قد بدأته منذ القرنين الماضيين عبر تكريسها تدمير كل ما يمكن أن يحسم المسألة الوطنية عند اليمنيين
ويجعل اليمنيين جميعا مواطنين الحوثيون يسعون بدرجة أساسية إلى أن يجعلوا من أنفسهم أمة مصطفى، أمة دون الناس، أمة دون اليمنيين أولا ثم أمة دون العالم. هذا القانون وهذا الإجراء الحوثي يهدد العالم الإسلامي وليس اليمنيين فقط بإنشاء طبقة مميزة ومغايرة، وكأنما بعث الإسلام أو كأنما يحملون الرسول عليه الصلاة والسلام وقريش مسؤولية تامة من أننا ندفع أشبه بجزية لهذه الفئة مقابل أننا مسلمون، أو أنهم يدعون زورا وبهتانا نسبهم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، في حين هذه المسألة لا أحد يستطيع إثباتها على مدار 1500 سنة، وما هو معروف بآل النبي عليه الصلاة والسلام هم كافة أتباعه بما فيهم كل المسلمين في العالم في القارات الست في العالم بأكمله، وليست مسألة أن يكون هؤلاء هم آل النبي، أي أن المسألة بيت وأن الرسول بعث للعالمين وليس لفئة. وبالتالي هذا القانون هو جزء من مسألة إنشاء طائفة تحكم أو طائفة مميزة بهدف تدمير المسألة الوطنية عند اليمنيين، أو تدمير الذي جرى تدميرها بشكل منظم على مدار أكثر من قرنين بشكل منظم. والعقود الأخيرة من حياة الثورة اليمنية عمل هؤلاء على تدمير كل ما يمكن أن يعمل على حسم مسألة الهوية الوطنية اليمنية وجعل الناس جميعا أمام القانون متساويون. هذه خطيرة وخطيرة جدا، لكن بعض القوى التي هي في الأصل ذات منبت انقلابي ترى أن الحوثي ظاهرة عادية، لأن أغلب جماعة الانقلابات لا يهمها الأمر، وهي ترى أنه إن لم ينقلب الحوثي فسوف تنقلب هي، وجميعهم لا يؤمنون إلا بمبدأ القوة. وبالتالي حتى إصدار قانون من البرلمان أو تجريمه أو أن ندعو العالم، كل هذه لا يمكن أن تحسم المسألة ما لم تحسم المسألة عسكريا. هذه نعم. المسألة يجب على القوى السياسية أن تضغط على قيادة الشرعية. إذن المسألة معقدة سيد عبد الهادي كما أشرت، وحسمها صعب. ينضم إلينا أيضا الكاتب عادل الأحمدي رئيس مركز نشوان الحميري للدراسات. مرحبا بك معنا سيد عادل. اهلا وسهلا بك، حياكم الله، اهلا بك وبالمشاهدين وبالاستاذ عبد الهادي العزعز. نعم، بدايه كيف قرات ردود الفعل السياسيه من تقنين الحوثيين للجبايه باسم الشريعه؟ الحوثي يعني تكرم غير مشكور لاسقاط احد اقنعته، فهو بطبيعه الحال اخذ البلاد يعني أو أخذ الجمل بما حمل، وأخذ خمسة الأخماس الخمسة، وإنما سعى لتقنين أخذ الخمس يعني لتكريس أفضلية مغلوطة أو أفضلية دينية مغلوطة، وإلا فكل شيء بيديه. حين نتحدث عن خمس وكأن الأربع الأخماس بيد الشعب، لا، هو لم يبقي بيد الشعب شيئا ولا يريد أن يكون بيد الشعب شيئا، لكن هذه كانت فرصة حقيقية في أن كثير من الأقلام النائمة تحركت، كثير من الأصوات، كثير من الجهات، وبالتالي يعني على الكل أن يفهم أن الحوثي فعل ذلك وهو لم يزل يعني سلطة بدون مشروعية وعلى جزء صغير من الأرض، وليس لديه أي مشروعية داخلية أو خارجية، ولا يزال مكروها من جميع فئات الشعب. فكيف به إذا تحكم؟ ما الذي سوف يقره؟ يعني نحن أمام مشروع عنصري يعني تسلطي لصوصي بكل معنى الكلمة. نعم، نعود إلى سيد عبد الهادي العزازي. سيد عبد الهادي، ما الذي تقرأه في مواقف الأحزاب من هذه الخطوة للحوثيين في تقنين موضوع الزكاة والخمس؟ لا أعتقد أن عاقل قد يقبل هذه الخطوة، أيا كان عقله بأن يقبل خطوة كهذه تخلق حالة من التمايز وتجعلك تقر بخمس النفط، بخمس الثروات البحرية، بخمس دخول الناس. هذه أعلى نسبة ضرائب، إذا قلنا أنها ضرائب
وبالتالي ما المقابل؟ لماذا تستحق هذه الفئة؟ كيف يفسر هذا النص؟ هذا النص لم يعمل في أبشع حالات التشيع في العالم، لم تقدم عليه أي من الجماعات المتشيعة بما فيها القرامطة وفي عز قوتهم عبر التاريخ الإسلامي. هذه أول جماعة تقر هذا العمل في التاريخ الإسلامي بكله، وبالتالي هذه المسألة تخلق حالة من التمايز، ولا أعتقد أن عاقل يمكن أن يناقش هذه المسألة وليس أن يتقبلها. مجرد نقاش هذه المسألة تثير الاشمئزاز، تولد حالة من الكراهية باتجاه الدين الإسلامي كدين. هذه الجماعة تعمل على ضرب الأصول الإسلامية للمجتمع اليمني، وبالتالي تعمل على ضرب مفهوم الإسلام كمفهوم للعدالة وكدين رباني لا يقبل هذا التمايز، وهذا هو لب الخطورة فيه. وبالتالي آلية المواجهة مع هذه الجماعة لا تبدي لا معها للبيانات، لا تبدي الاستنزافات، لا تبدي أي من الأفعال القولية. هذه الجماعة يجب أن تكسر عسكريا، لنا 6 سنوات ونحن نرفع أصواتنا، ننادي الجميع بأن على الشرعية أن تحزم أمرها وأن تدرك أن هذه الجماعة إذا لم تواجه عسكريا فإنها سوف تعمل على تدمير ما يما نسميها اليوم بالوطن اليمني. الوطن اليمني ليس مجرد جغرافية وشعب، الوطن اليمني هي مجموعة من الروابط. واضح سيد عبد الهادي. على رأسها الهوية. على رأسها الهوية، هذا استهداف واضح للهوية اليمنية بأن توجد مجموعة من السكان ليسوا يمنيين بل هم أعلى من اليمنيين، أمة دون اليمنيين، وهذه هي الكارثة. وضحت نقطة السيد عبد الهادي. نعود إلى السيد عادل الأحمدي. سيد عادل الأحمدي، هناك من يقول أن البيانات التي أصدرتها الأحزاب وآخرها الذي أصدرها التحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية اليمنية استنكاره الشديد لما أقدمت عليه ميليشيا الحوثي، يقولون أن هذه البيانات لا جدوى منها، كيف ترى ذلك؟ أنا طبعا أتفق كل الاتفاق عن أستاذ عبد الهادي العزعزي في كل ما قاله باستثناء هذه الجزئية الخاصة بالبيانات، ربما أختلف اختلافا بسيطا معه، إذ أن يعني علينا أن نستوعب أن الحوثيين يعني يستولون على جزء من مؤسسات أو على كل المؤسسات الرسمية، وإضافة إلى الكثير من المؤسسات الأهلية اللي استولوا عليها والتي والتابعة أيضا لهم في صنعاء، إضافة إلى الإذاعات، هم يقومون بالتضليل الدائم على الشعب. وهناك من قد يصدق أطروحاتهم، ورأينا كيف أنهم يستطيعون مد جبهاتهم بالترغيب والترهيب. وبالتالي مثل هذه البيانات بالذات، البيان الذي أصدره حزب التجمع اليمني الإصلاح يوم أمس، أعتقد أنها توضح للكثيرين أن هناك موقفا نظريا وفكريا يدحض النظرية الفكرية التي يقدمها الحوثي. أعتقد أن معركتنا صحيح أنه لا بد من حسم عسكري، وأنه بدون الحسم العسكري وستظل معركتنا ناقصة كثيرا، يعني أو بالأصح يعني سوف لن نستطيع استعادة وطننا مهما نظرنا في الجوانب الإعلامية أو السياسية أو بقية الجوانب. ولكن معركتنا أيضا هي معركة فكرية، إذ الحوثي هو عبارة عن عرض والإمامة هي المرض، وبالتالي وكذلك معركتنا إعلامية، معركتنا سياسية، وكل على قدر دوره، والإعلام طبعا يشكل جزءا مهما من المعركة العسكرية ذاتها. وبالتالي أنا أعتقد أن البيان هذا رائع جدا، وعلى بقية الأحزاب أن تصدر بياناتها مجتمعة أو منفردة، وكذلك مجتمع يعني منظمات المجتمع المدني، وكذلك يفترض حتى أن ندعو يعني الأشخاص وذوي الهيئات يعني سواء من أصحاب الوجهات الاعتبارية في المجتمع أيضا أن يصدروا، وكذلك السياسيين السابقين أن يصدروا مواقف في هذا الجانب. بالعكس أعتقد أن الجانب البيانات مهم، وهذا لا ينقص أبدا من ما ذكره الأستاذ عبد الهادي العزعزي في أن الحسم العسكري هو الأمر الذي على أساسه يعني تحسم القضية ككل.
لكن مهم جدا في هذه البيانات، واتمنى كذلك يعني صراحه اقول لك مثلا الاصلاح يعني كحزب يعني لديه خصوم عديدين ولديه اخطاء كبيره جدا. انا مثلا احد الذي يختلف مع الاصلاح في الكثير جدا من سياساته، نعم، وبالذات في اسلوب الخطاب، ولكنني في هذا البيان مثل غيري من يختلفون مع الاصلاح اشدنا بهذا البيان، وقلنا انه خطوه ممتازه، ونتمنى كذلك ان يتبنى ان تتبنى الاحزاب سواء الاصلاح او المؤتمر او الاشتراكي او الناصري او جميع الاحزاب او بقيه الاحزاب الوطنيه الناشئه على اساس سبتمبري جمهوري، ان تتبنى ايضا قضايا اخرى مهمه جدا كقضايا المرتبات وقضايا نزع مثل ايضا نزع إذا سننقل هذه الأمية سيد عادل. نعم، أكبر لمثل هذه البيانات. تسمعني سيد عادل؟ عندما تعود الشعب الأحزاب من جديد إلى صف المواطن. أعجبني تعليق لأحد أعضاء الإصلاح كتب، نعم، في صفحته، قال لأول مرة أشعر أن هناك انسجاما بين كلمة الإصلاح وقاعدته، أي أن هذا البيان أيضا جاء مجسدا لأعضاء الإصلاح مثل ما جاء مطيبا لنفوس كثير ممن لم يكن لهم شغل شاغل خلال السنوات الماضية إلا الهجوم على الإصلاح. وبالتالي أنا أرى أن هذا أمر ينبغي الإشادة به وينبغي المضي فيه، لا تكون مثل بيضة. ابقى معنا سيد عادل. معين للأسف هذه نقطة مهمة قبل أن أنهي كلامي بهذه، نعم، الفقرة. نعم، للأسف أصبحنا فقط عبارة عن صدى وردود فعل لما يقوم به الحوثي. الحوثي يقوم مثلا بخطوة معينة بتصريح معين حتى ناشطينا في تويتر وفي ستبقى تويتر. معي سيد عادل، سيد عادل ستبقى معي لنكمل فكرتك بشكل أوضح ودقيق. ننتقل إلى سيد عبد الهادي مع سؤال آخر. السيد الأحمدي أشاد بخطوة إصدار بيانات سواء كان من الإصلاح أو من التحالف الوطني للأحزاب، وتحدث أنها خطوة مهمة وجديرة بالاحترام. هنا بخصوص الأحزاب المنقسم ولاؤها بين الحوثيين والشرعية، كيف ترى يعني تأثيرها في الحرب ضد الحوثي؟ لا أعتقد أن من يصطفوا مع الحوثي هم جزء من الحوثي، وأن هذه القيادات للأحزاب المصطفى مع الحوثي هي من نفس الفئة، من نفس السلالة، من نفس الجماعة المتماهية مع هذا الانقلاب. هذه مجاميع لا تبحث سوى عن مصالحها الشخصية الآنية المؤقتة، لكن هذا القانون ولا زال في جعبة الحوثي الكثير. الكثير هذا رأس جبل الثلج لا زال في جعبة الحوثي، احتكار المناصب السياسية في البلد ما دون الإيجارية بيد السلالة، وهي واضحة، هم الآن يمارسونها بدون إعلان، لكن في الفترة القادمة سوف يسنون تشريعا أن المناصب. لكن سيد عبد الهادي، هل تعتقد أن هذه الأحزاب الآن مطالبة بموقف، خاصة أنها تعمل مع الحوثي الآن، خاصة من قياداتها، هل هي مطالبة بموقف الآن؟ هذه بالنسبة لمنهم مع الشرعية لهم موقف واضح، والتحالف الوطني قد حدد موقف. نحن الآن لسنا بحاجة إلى مواقف هؤلاء، نحن بحاجة إلى، لكن هناك أحزاب مع الشرعية، لكن هناك أحزاب مع الشرعية ولديها قيادات مع الحوثي، ما زالت تعمل مع الحوثي. هذه القيادات التي تعمل مع الحوثي هي مصطفى مع الحوثي أصلا، هذه القيادات أغلبها من نفس السلالة، بعض الغالبية العظمى من هؤلاء من نفس السلالة أو يتحركون من ذات السلالة نفسها. مطلوب من الأحزاب الموجودة مع الشرعية أن تضغط على الشرعية لتحريك الجانب العسكري. الحوثي لا يحترم البيانات ولا يتعامل معه ولا تؤثر به. الحوثي تجاوز بشكل كامل، تجاوز قرارات مجلس الأمن، تجاوز قرارات جامعة الدول العربية، تجاوز كل القرارات الداخلية، لا تهمه. الحوثي يؤمن بالبندقية وبالفعل على الأرض، وبالتالي لا يمكن مواجهته سوى بنفس الآلية. الموجودون مع الحوثي حددوا موقفهم، شخصا حدد موقفه مع الحوثي، ماذا تريد منه؟ هو مع الحوثي بكل ما يطرح الحوثي، وهو أكثر ربما أكثر من حوثية من الحوثي نفسه. هذا ما لمسناه من الأحزاب التي ظلت في صنعاء، تلك التي ظلت تعمل في صنعاء ظلت تحت هذا الاسم،
وما دامت ظلت تعمل تحت الحوثي فهي ليست سوى غطاء او مجاميع باقيه لا تفيد الا الصمت. لا نطلب نعم. نطلب من قياداتها التي مع الشرعيه ان تكون شكرا مع الشرعيه جزيلا لك وقولا. نعم شكرا جزيلا لك عبد الهادي العزعزي، كنت معنا من القاهرة المحلل السياسي. نعود إلى ضيفنا عادل الأحمدي رئيس مركز نشوان الحمري للدراسات. سيد عادل، بيان التحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية، هل يعتبر كافي الآن ويعبر عن جميع الأحزاب خاصة ضمن القيادات الموجودة في صنعاء؟ اولا انا اعتب عليك لانك قاطعت الاستاذ عبد الهادي العزعزي، قال لسنا بحاجه الى بيانات، نحن بحاجه الى قاطعته لضيق الوقت يعني نعرف ان له كان عليك ان تدعه يتحدث حتى يكمل كلامه. هذا الاستاذ ملم ورجل مثقف ولا يجب ان تتعامل معه. القصد ليست المقاطعه سيد عادل، هنا نقاطع لضيق الوقت، يكمل كلامه. كل الضيوف وكل طرحهم مهم، لكن هنا في برنامجنا نعم يعني الوقت محدود والطرح محدود. اولا اما ينتقل بعد ذلك لا حد ما فعله الحوثي للحديث كل ما تفعل الاحزاب وبذات الاحزاب التي لديها صنعاء وقدمهم في الرياض او في مأرب او في كذا، يجب ان نركز كل سهامنا باتجاه العدو الحقيقي. يجب أن نعرف من هو الآن يفترض أن نستهدفه، مثل ما استهدفنا كهوية واستهدفنا كأرض واستهدفنا كشعب واستهدفنا كتاريخ، وبالتالي أن نعمل قدر الإمكان على اللملمة وليس على البحث وراء نقاط الخلاف ونقاط الإدانة. مع احترامي. نعم شكرا جزيلا لك سيد عادل الأحمدي رئيس مركز نشوان الحمري للدراسات، وانت باحث وكاتب سياسي على هذه المشاركة. نعود للسيد عبد الهادي العزعزي معنا من القاهرة وهو محلل سياسي. سيد عبد الهادي، لماذا هنا سؤال أخير، لماذا انفرد إذا ما سألنا انفرد الإصلاح ببيان وهو عضو في هذا التحالف؟ الإصلاح من حيث البنية والناحية هو من الأحزاب الإسلامية، وبالتالي هو أكثر إدراكا لخطر هذه الدعوة على البعد الإسلامي كبعد فكري على المسألة الإسلامية عموما. وهذه هي إشكالية قائمة في التراث الإسلامي تروج لها هذه الجماعات التي حاولت أن تحتكر الدين كسلالة. مفهوم الآل ومفهوم البيت وهذه المفاهيم والعشرة، هناك مفاهيم خاطئة حاول الشيعة على مدار قرون أن يكيفونها، لكن كانت أول جماعة شيعية تفرض الخمس في العالم هي من كانت تروج لنفسها أنها المذهب الخامس، كما قال بعض المغفلين أنها المذهب السني الخامس، وهي ربما واحدة من الأكذوبات الكبيرة في التاريخ، في تاريخ تطور الفكر المذهبي في الديانة الإسلامية وليس الفكر الطائفي، لأنه لا يوجد داخل الديانة طوائف، لكن هذا من جزء من التطور المذهبي لجماعة محددة هي الجماعة المتشيعة التي تعتبر آل البيت نوعا من مسألة التسيد، وكأنما بعث الدين الإسلامي دينا عالمي، والأديان العالمية لا يمكن أن تنحصر بسلالة، وهذا هو ما أدى إلى أن يكون موقف الإصلاح بهذا الشكل وبهذه القوة، وهو موقف متقدم يحسب له مقارنة بالبقية الذين لم يأخذوا الأمر بمحمل الجد برغم خطورته. وأنا أكرر وأقول أن هذا القانون رأت جبل الثلج، هنالك قوانين أخرى صادمة سوف يصدرها الحوثيين. لو أن الحوثيين فعلا استطاعوا أن يحكموا السيطرة على ما كان يعرف بالمحافظات الشمالية ولم تخرج عليهم محافظات من المحافظات الشمالية كتعز والبيضاء ومارب والجوف وغيرها من المحافظات التي خرجت من تحت سيطرتهم، كانوا سوف يظهرون وجههم البشع بكل وضوح. هم الآن لا زالوا يظهرون بعض البشاعة في هذا الوقت، لكنهم لم يظهرون بكامل بشاعتهم. هذا القانون هو أول القوانين، وهذا القانون سوف يجعل هذه الجماعة التي تسمي نفسها الهاشميين في مواجهة مباشرة وخطيرة مع الشعب اليمني. على مدار تاريخ حكم الزيجية لأول مرة يصدر هذا القانون
لم مر مجموعة من ما يعرف بالحكام الزيديين المتشددون، نعم، مثال عبد الله بن حمزة وغيره، لكن لم يتجرؤوا إلى هذه الدرجة وإلى هذا الحد. نعم، وضحت فكرتك سيد عبد الهادي. على الجميع أن يكون لهم موقفا واضحا وقوي، والموقف هنا لا يجب أن يتعدى مسألة البيان والإجانة. الناس من لا تسمع بيانات الإجانة والشذب، يجب أن يكون هناك مواقف عملية، وعلى السلطة الشرعية النائمة 6 سنوات أن تتحرك قبل أن نصبح بدون وطن، قبل أن يتم تمزيق ما بقى من الهوية الوطنية المتصدية أصلا. نعم، شكرا جزيلا لك السيد عبد الهادي العزعزي المحلل السياسي، ونعتذر على مقاطعتك. وبهذا نكون قد وصلنا وإياكم مشاهدين الكرام إلى ختام هذه الحلقة. نشكركم على المتابعة، تقبلوا التحية مني ومن معد الحلقة وديع عطاء، وإلى اللقاء.